لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا صدى الشلفة كلاسة الشلفة الشلفة لمن من هذين الاسمين كلاسة اذا في المركز الثاني صدى على المركز الاول صالح بن حمد القمرة يا سلام يا سلام الشلفة الشلفة لمن هل القمرة نقول السلام والتهنية ام لكلاسة عبد الله بن سعيد العيدة صدى 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 كلاسة 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 صدى صدى القمرة 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 صالح بن حمد القمرة ينتزع الشلفة الفضية في أقوى المواجهات الشلفة الفضية للسندباد صالح بن حمد القمرة وصدى تنتزع الشلفة المركز الثاني حصيل مع المركز الأول طار به بن قريع طار بالخنجر طار بالخنجر إلى بن قريع إلى الوالد محمد بن حمد بن قريع نزع مع المركز الثاني العابر وهباش قادمين ولكن المئتين متر الأخيرة أصمد يا حصيل أصمد يا حصيل الخنجر الفضي الخنجر الفضي الشوط المفتوح مع بن قريع الخنجر مع بن قريع الخنجر مع بن قريع نزف التهاني على الهواء مباشرة لمحمد بن حمد بن قريع الخنجر الفضي قام راس وينها الشوط راس حصيل يختطف الخنجر يختطف الخنجر الخنجر مع حصيل تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لمحمد بن حمد بن قريع وللمضمر فاران بمحمد بن حمد بن قريع مع والوال الشلفة 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 مع والوال والوال ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند هل الخور هل الخور هذا هو شعار السيف شعار السيف في سباق الأمير الوالد مع هذا المسار المسند 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 ناموس يا راعي نوضة را ناموس ناموس مع هذا المسار هذا هو ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يحقق الشلفة الفضية في هذا المهرجان الأغلى مهرجان وأمير البلاد المفدى تهانينا لناصر بن عبد الله المسند على فوز والوال بالمركز الأول بشعار مع ميات فاجأ الجميع شعار نهب شعار نهب يفاجئ المشاركين ويحسد أيضا هذا الرمز هذا الرمز إن لم تكن لدخان أو هناك سمحون روح بالرمز يا بن شابل روح بالرمز بن شابل وقف بالرمز خذ الرمز راعي نهب راعي نهب راعي نهب واليوم يوم مياس اليوم يوم مياس في الفترة المسائية سلام يا بن شابل سلام تهانينا لمحمد بن ناصر بن شابل المري على فوز مياس وحصوله على الخنجر الفضية تهانينا يا راعي نهب تهانينا يا راعي نهب رمزين في هذا المساء تهانينا وألف في ألف مبروك مركز الثاني روح بشوط العمانيات روح بشوط العمانيات الجهمية 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 محمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة غادر بالسلام غادر بالناموس غادر بالانتصار بن جبران بن جبران جبارة مع المركز الثاني والمخيفة مع المركز الثالث ولكن ولكن بن نايفة غادر بناموس هذا الشوط غادر بناموس هذا الشوط جبارة 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 بن جبران بن جبران بن جبران بن جبران اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة بن جبران ما من همان ما من همان ما من همان سلام يا بن جبران سلام تهانينا وإنا مسلم مالك جبارة محمد بن راشد بن حمد المري من قدم لنا
يغير على الصدارة محمد بن عبد الهادي بن حمد المري ينطلق مع الصدارة يقدم كفو في هذا الشوط. الله كفو على الصدارة يغادر الجميع ينطلق بناموس هذا الشوط. كفو 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 هنا مع هذا الشوط ولكن يعود هملول عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك. الله هملول قادم مع اللحظات ولكن كفو كفو مع الصدارة كفو مع البداية يذهب بناموس هذا الشوط ويذهب بناموس هناك إلى ميدان الشهيد إلى الأشقاء في دولة الكويت. هنا مع كفو تهانينا والناموس لمحمد بن عبد الهادي بن حمد المري على هذا الفوز والانتصار. عبد الله بن محمد بن سعيد العجمي ولكن نعود مع العطية نعود مع كتايب التي ما زالت تنطلق وتسيطر على زمام الأمور. العطية وكتايب في هذا الانطلاق الجميل في هذا التحدي المميز بدون أوامر وبدون تحريكات كتايب تنتزع الناموس وتحقق هذا الانتصار بدون منافس على الإطلاق. كتايب تنطلق مباشرة تحقق هذا الانتصار تفوز بناموس هذا الشوط. السيارة مع كتايب وكتايب تفوز بناموس هذا الشوط. تهانينا لعلي بن عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية على فوز كتايب وتحقيقها للإنجاز. تهانينا وسلام للعطية سلام. المركز الثاني وصلت الجازم هجر السيلية تنتزع سيارة هذا الشوط. نيسان بترول ستيشن نيسان بترول ستيشن يذهب بالرماد يذهب بالرماد في رمسة مسائية جميلة رمسة مسائية رائعة رمسة مسائية وإثارة ولا أروع يا هجر السيلية. وعبد الله بن سعيد العيدة لك الثانية لك الحب والتقدير من قدم ومالك أيضا الرماد الفائز والحائز على المركز الأول في شوط مليء بالحماس. يحضر الرماد خاطفا أول المراكز وللمعلومة بدون أي التعليمات عصاته راك دوامنا عصاته في بطانة لم يتحرك الآلي أبدا. الثاني والتبريكات لهجن السيلية على هذا الفوز المستحق وللمعلومة السيارة الثالثة في هذا الموسم. تعود إلى المستوى الذي انطلقت به منذ البداية متعبه مع خليفة بن حمد بن خليفة العطية الحذر مع هجر السيلية. لكن العطية يحسم مجريات الشوط يحسم مجريات الشوط بالأمتار الأخيرة. لكن الحذرة مع هجر السيلية خطيرة بموقع خطير متعبة مع هجر الجريان خليفة بن حمد بن خليفة. العطية مع سعيد الزعبي بمتابعة التضمير. لكن السيلية الحذرة متعبة سلام 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 لمالك متعبة خليفة بن حمد بن خليفة العطية مقدم لنا متعبة بمستوى جميل بأدان وعطان مميز. سلام لمالك هجر الجريان سلام لأيضا سعيد الزعبي مقدمها بهذا الأداء. تهانينا له والناموس بينما الحذر الهجن السهلية من جاء ثانيا المالك. الله يا السلالة العريقة السلالة العريقة وسلمة يمينك يا ابو هادي سلمة يمينك يا فيصل يا فيصل ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء وهذا التميز. سلالة يا سلام يا سلام يا سلالة الباز يا سلالة الباز الغنية عن التعريف وسلمة يمينك يا فيصل يا ابن هادي. والتهنية موصولة لمحمد بن عبد الهادي وللوالد عبد الهادي بن نايفة على هذا الفوز. سلام للنايفة ايضا للنايفة كافة سلام والتحية والاحترام مع الباز 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 قام راس وانتهى راس ما شاء الله تبارك الله. تهانينا تهانينا والناموس لحمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة على هذا الفوز. تهانينا والناموس ساعة الوصول الى خط النهاية. أوه
الله الضبية بدأت بالانطلاق بشعار سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي من يقدم لنا الضبية على البداية ثاني المراكز امسيك مبارك بن محمد بن طالب بن عقيل ولكن البداية الفوز والانتصار مع الضبية سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري مشكور يا ابو صالح على هذا الاداء تهانينا والناموس لمالك الضبية سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري واسعد الله مساك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار ها هي الضبية تصل الى خط النهاية تهانينا والناموس لمالك الضبية سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري فتهانينا والناموس ولحظة وصولها الى خط النهاية ثاني المراكز خليفة بن حمد بن خليفة العطية من يقدم صناعة غوطة الغوطة 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 وهناك طرف ولكن صايد الرموز صايد الرموز يريد أن يصيد الستيشن هناك النيسان ولكن صناعة هي الأقرب إلى صناعة الفوز صناعة 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 تصنع النصر تصنع النصر سعيد بن بطل الزعبي يتابعها في عملية التضمير سلام 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 واللحظات الأخير اتغادر السيارة إلى من صايد الرموز صايد الرموز صايد الرموز يتقدم اللحظات الأخيرة تهانينا تهانينا لمالك قمرة منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين من قدم لنا قمرة منذ بداية انطلاق الشوط انتزع النيسان بترول ستيشن الفائزين وهذه الشلفة الفضية للثنايا الكار الانتاج والوالد محمد راشد بن محمد بن شابل مالك نهب وراشد بن ناصر بن محمد بن شابل وآل شابل ملاك نهب الفائزة بالشلفة الفضية الانتاج في صباح هذا اليوم وفي الفترة الصباحية والجدير بالذكر بأن نهب هي من احتكرت هذا الرمز في هذا الموسم في مهرجان المؤسس وفي مهرجان حضرة صاحب السمو الأمير الوالد وفي هذا المهرجان تنتزع نهب هذا الشوط ويسجل باسمها للمرة الثالثة في هذا اليوم نشاهد سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري واللقطات والصور التذكارية مع ملاك نهب الفائزة بالشلفة في الفترة الصباحية تهانينا وألف مبروك هذا الفوز أما الآن الخنجر الفضي للإنتاج الثنايا القعدان وغيث ومالك غيث علي بن زيد بن محمد آل بحيح تهانينا والناموس لمالك غيث علي بن زيد بن محمد آل بحيح وغيث أيضا يفوز بهذا الخنجر للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه في مهرجان الأمير الوالد ونشاهد سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري يكرم ملاك غيث علي بن زيد بن محمد آل بحيح وعدد من إخوانه الحاضرين لفعاليات التتويج والتكريم ألف مبروك هذا الفوز والصور واللقطات التذكارية مع نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن اليوم يومنا الثامن وخاص بسن الثنايا وشهد هذا اليوم إقامة 6 رموز 2 في الفترة الصباحية و4 في الفترة المسائية أما الآن الأشواط المفتوحة وشوط الثنايا البكار المفتوح والشلفة الفضية فازت بها صدى ملك صالح بن حمد القمرة النابت وهذا هو خالد بن حمد القمرة والمضمر محمد بن حمد الوهيبي وعدد من أبناء وأشقاء صالح بن حمد القمرة يتوجون بالشلفة الفضية للثنايا البكار الشوط المفتوح تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق والصور التذكارية التي تجمع الفائزين بسعادة نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن هذا هو المضمر محمد بن حمد الوهيبي المعروف بالمحمداني وهذا هو خالد بن حمد القمرة تهانينا والناموس وألف مبروك هذا الفوز وانتزاع صدى للشوط المفتوح للثنايا البكار جانب أيضا من
الصور التذكارية مع طاقم عزبة صالح بن حمد القمرة سندباد قطر. الفائز بالشوط المفتوح تهانينا يا صالح بن حمد القمرة، هذا الفوز والف مبروك. أما الآن شوط وخنجر الثنايا القعدان الشوط المفتوح، ذهب خنجر الثنايا القعدان مع محمد بن حمد بن قريع، وهذا هو المضمر فارام بن محمد بن قريع مضمر حصيل، وهذا هو علي بن محمد بن قريع وعتيق بن محمد بن قريع. تهانينا والناموس لمالك حصيل الوالد محمد بن حمد بن قريع على اختطاف حصيل لخنجر الثنايا القعدان المفتوح، وتهانينا لأبنائه الحاضرين في تتويج الفائزين بالرموز اليوم. تهانينا والناموس، هذا هو عتيق بن محمد بن قريع وعلي بن محمد بن قريع وفاران بن محمد بن قريع، تهانينا على هذا الفوز وانتزاع الخنجر الفضي للثنايا القعدان الشوط المفتوح. نصل إلى أشواط العمانيات والخنجر والشلفة الفضية للبكار العمانيات، والوال هي من انتزعت شلف البكار، والأنيق ناصر بن عبد الله المسند ممثل الخور الدائم، والمضمر البروفيسور أيضا محمود بن محمد الوهيبي، والعسكري مبارك بن سعيد العسكري ينتزعون هذه الشلفة الفضية، وأحد أشبال المسند حاضر الليلة. وهذه الرياضة أيضا نزرع ويزرع آبائنا وإخواننا هذه حب هذه الرياضة في قلوب الشباب والأشبال القادمين، يستاهل هذه الشلفة الفضية والصور التذكارية لا شك في ذلك، سيتذكرها هذا الشبل في السنوات القادمة. تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله المسند، وسلام يا الخور سلام على فوز والوال بالشلفة الفضية للبكار العمانيات. آخر رموز هذا المساء ومياس ومالكه محمد بن ناصر بن شابل مالك نهب، من انتزع رمزين في هذا اليوم مع نهب ومع مياس، يعود مرة أخرى للتتويج محمد بن ناصر بن محمد بن شابل، ألف مبروك هذا الفوز. وأيضا الشلفة والخنجر تذهب في هذا اليوم مع بن شابل محمد بن ناصر بن محمد بن شابل المري وأنجاله الكرام راشد بن ناصر بن شابل وهادي راشد بن ناصر بن شابل ومحمد بن ناصر بن شابل الوالد ناصر بن محمد بن شابل هو من يستلم، وهذا هو المضمر راشد بن ناصر بن شابل مضمر نهب ومضمر مياس، ألف مبروك هذا. Show me.